فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا عامل في المملكة وأدخر من المال مبلغا يزيد على 100,000، وهذا المبلغ لمصاريف الزواج في بلادي، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا تم عليه الحول تجب فيه الزكاة، تريد للزواج، تريده لبناء بيت، تريده لأي غرض، مال حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.